بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود، عدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.